أخرج من بيت العتة. واعتذري عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب ابن خباب توفي، وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقنا، وسألته هل يصلع لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل به يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. هذا أثر، لكن الحديث يقول أنها تخرج عسى أن تجد أن النخل قطعه، ربما تفعل خير لأطفالها أو لأطفال الآخرين. قال السيد محمد بن إسماعيل أبي في سبل السلام في دليل على أنه يجوز أن تخرج المعتدة في نصف الصباح، لكن يظهر من هذا الكلام أنه إذا كان لفعل الخير، قال هكذا، لأنه قال عسى أنها تتصدق أو تفعل خير. واعتذري عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى على زوجها أنها تنتوي حيث أنتوى أهلها. قال مالك وهذا الأمر عندنا تنتوي من الإيوة، تنتوي من الإيوة، أي تنزل حيث نزلوا من أن تويت المنزل. وعتذني عن مالك عن عبد الله بن عمر عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. هذا حق المبتوتة، ما بيشفى أدلة، هذا حق المبتوتة، ما بل المتوفى عنها احترابا للبيت، احترابا للبيت. لو جلست سنة في البيت، ها؟ لو زادت عن 14 سنة متاع من حول غير الفجر منسوخة. ماشي، يعني صادف الحمل ما خرج. لا، ما مش الحمل. فما هو؟ يعني اللي جلس في البيت سنة والذين يتركون الزواجين يتركون أصلا بيت سنة. لا لا، يجب عليها بعد أن تمضي 14 أنها تخرج وتعمل الأعمال العادية عند الناس لأجل تفرق ما بين أعمال الجاهلية والإسلام. في الأيام الجاهلية كانت المرأة تعتد حول كامل، فجاء الإسلام ونهى عنها. في أول الإسلام أقرها القرآن، أقر الحول الكامل، ثم نسخا بآية أخرى أنهم يكتفوا ب14. هذا قال العلماء في علم أصول الفقه أنها من باب نسخ الحكم دون التلاوة، الآية التي تقول حولا كاملا والآية التي تقول 14 لا زالين موجودات في المصحف ولا زال تترى على في المحاريب، لكن نسخ الحكم دون التلاوة، هكذا يقول علماء الأصول. قالوا في بعض الأحوال ينسخ الحكم دون التلاوة، مثل العتة سنة نسخت بال14 وننتليها، وفي بعض الأحوال تنسخ التلاوة دون الحكم، مثل ما والشيخة إذا زنيا فارجبوهما. هذا الحكم باقي لم ينسخ، والتلاوة نسخت. وعد بمثال للحكم والتلاوة مثل ما خمس عشر رضعات نسخنا بخمس رضعات، هذا الحكم والتلاوة. وعد بآيات الظاهر الوصية كان القرآن يقول لا من بعد وصية توصون بها، القرآن يقول كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين، ثم جاءت آية المواريث
فصلت فيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن آية البواريث هذا قد نسخت هذا، نسخت الآية التي تقول للوصي للوالدين والأقربين. فقال النبي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية البواريث وإن عدت آيات نسخت الآية التي تقول بأنهم يوصوا للوالدين. إلى هنا. عدت أم الولد إذا توفى عنها سيدها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول أن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد الرجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتدون 14 و10. فقال القاسم ابن محمد سبحان الله، يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج مات السيد ومعه جارية قد ولدت له ولد، عالما يموت هي تصير أم ولد، لا تباع ولا تورث، كما أنها ليست حرة فلا تعتد عدة الحرة، ولكنها جارية، وحيث أنها جارية فإنما تستبرأ بحيضة. وهذا يزيد بن عبد الملك نسي أنه ملك ورجع يقول أنه عالم ويأمر بأنهم يفرقوا بين الرجال والنساء، الرجال الذي تزوجوا بنساء وهن أمهات أولاد وليست زوجات. فلما بلغه التابعي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر تعجب من هذا وقال سبحان الله، القرآن بيقول ويذرون أزواجا، وهذه لا تسمى زوجة، لا تسمى زوجة، وإنما هي جارية توضع بملك اليمين. فهذا قلده ما قد كان ينبغي ليزيد بن عبد الملك ابن بروة أنه يعمل هذا العملية، كان يقول شلوه لا عند مكحول علامة الشعر أو عند عطاء علامة مكة أو عند غيره من الصحاب من التابعي البشور الذي كان يرجع إليهم الفتوى. هذا يزيد بن عبد الملك هو الذي تولى الخلافة في أيام بني أمية بعد موت عمر بن عبد العزيز، تولى يزيد بن عبد الملك بعد ما مات عمر بن عبد العزيز في أيام الحسن البصري وفي أيام سعيد بن المسيب وفي أيام مكحول وفي أيام عطاء،
وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حتة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وهكذا العلماء جميعا، العلماء متفقين على هذا. أما يزيد بن عبد الملك فليس من الفقهاء ولا من العلماء ولا من المحدثين، صاحب حبابه ومن سلامه وحبابه، 4 سنين تولى وحسه عند الجارية حبابه والجارية سلامه، لا هو داري بخلافه ولا هو داري بعلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك والأمر عندنا، قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر عبرا بالأحوط. عدة الأمة إذا توفى سيدها أو زوجها. حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأم إذا هلك عنها زوجها 5 ليالي، شهر وخمس ليالي. لماذا تتزيد 5 ليالي؟ نصف الأربع أشهر وعشر. على أصل أن الحرة إذا تزوجت، الحرة إذا تزوجت ومات زوجها أو طلقها زوجها فحكمها مثل حكم الحرة، لا فرق، طلاقها 3 وعدتها مثل عدة الحرة. لأن بعض العلماء يقول الأمة تطليقتها 2 طلقة فقط وعدتها حيضتان فقط، وهذا لا دليل عليه، ما جاء في كتب الأثر، فإما مرفوع إلى النبي ولكنه ضعيف أو موقوف على الصحابي أو التابعي. فالصحيح أن الجارية المزوجة بزواج الشرعي لا بملك اليمين حكمها حكم الحرة في عدتها وفي طلاقها، ومن يخالف يجب عليه أن يأتي بالدليل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت ويافي عدتها من طلاقه، أنها تعتت عدة الأمة الأمة المتوفى عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. هذا من كلام الإمام مالك، وأنها إن عتكت ولو عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتك حتى يموت ويافي عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاء بعدما عتقت عدتها عدة الحرة. قال مالك وهذا الأمر عندنا. الإمام مالك يفصل
فيقول الجارية إذا طلقها زوجها فلا تعتد إلا نصف عدة، وإذا قد كان اعتقها أوتقات من بعد واختارت البقاء عند زوجها ثم مات على فحكمها الآن حرة. ماذا قد عمان يحتاج الوجه الثاني قد حرة؟ لكن قلنا لكم أن العلماء يقولوا ما بش أدل على هذا، وأن الأصل أن الجارية حكمها مثل الحرة في الرجعة والطلاق وفي الحيض وفي البت وفي كل شيء. ومن أراد أن يخالف ويقول أن الجارية تخالف الحرة فعليه أن يأتي بالطليق. ما جاء في العزل حدثني يحيى عن مالك عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن يحيى ابن حباب عن ابن محيريز انه قال دخلت المسجد فرايت ابا سعيد الخدري فجلست اليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوات بني المصطلق السنة الخامسة فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا الحزبة وأحببنا الفداء